ومعنا عبر سكايب بسام جعارة الكاتب الصحفي السوري. مرحب فيك معنا سيد بسام. كيف حول نظام الأسد مجلس الشعب السوري إلى مجلس للدمى؟ يعني اسمحي لي بعد التحية أقول بشكل واضح، الأمر لا يتعلق فقط بمجلس الشعب. خليني لخص الواقع السياسي السوري من خلال ما قاله مصطفى طلاس وزير الدفاع الأسبق. قال حرفيا: لقد استولينا على السلطة بالدبابات، ومن يريد أخذ السلطة عليه أن يأخذها بالدبابات. هذا الكلام يعني أنه لا مجلس الشعب ولا أي شيء آخر يمكن أن يصنع تاريخ سوريا أو مستقبل سوريا. هذا ما قاله مصطفى طلاس وهذا ما كان يجري تماما. أنا بدي أرجع بس للحظة تعديل الدستور اللي تمت خلال دقائق فقط. كان القرار قرار القيادة القطرية بين قوسين، بس رح أوضح. جاء القرار إلى مجلس الشعب ومن الطبيعي أن يوافق بدون أي مناقشة على الإطلاق. لماذا؟ في سوريا الدستور يقول أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، وبالتالي رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو أمين عام الحزب اللي هو قائد الدولة والمجتمع. بمعنى أن رئيس الجمهورية يختزل كل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سوريا. هذا ما جرى ليس فقط من عام 70، بل منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في عام 1963. وخليني أقول بشكل أوضح، في سوريا الدستور لا يعني أي شيء والقوانين لا تعني أي شيء على الإطلاق. كل هذه القوانين وكل هذا الدستور يمكن أن يصادر بهاتف من القصر الجمهوري أو من أحد مدراء الأمن في سوريا. لكن سيد بسام، كيف تغير دور مجلس الشعب في سوريا من بعد 2011؟ يعني كان هناك حراك، ومن الطبيعي في مجابهة هذا الحراك أن تستنفر الدولة، تستنفر كل قواها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبالتالي كانوا يريدون منع يعني صدور أي صوت من داخل المجلس. كانوا يريدون المجلس أن يبدو أمام العالم وكأنه برلمان حقيقي. ولكن عندما جرى ما جرى وبدأ الحراك وبدأ ربيع دمشق، كانت الأوامر بأن يتم قمع أي صوت يصدر من داخل المجلس أو خارج المجلس. ولذلك عاد المجلس يعني إلى طبيعته، بمعنى آخر إلى مجلس تصفيق لا يقدم ولا يؤخر. نحن رافقنا هذه التجربة يمكن من أكثر من 40 عام، وأنا حضرت شخصيا جلسة اللي تم فيها تعديل الدستور، وكنا نعرف تماما. وأنا بدي أقول كلام واضح، تستطيع أن تسألي أي شخص من الموالاة أو المعارضة ماذا كان يسمي هذا المجلس. الجميع كانوا يقولون أنه مجلس تصفيق. وكان لكن يعني بعد 2011 سيد بسام تغير دور المجلس وتعدى دور التصفيق. يعني البعض يتهم مجلس الشعب السوري بأنه شريك في بعض في شرعنة يعني بعض القوانين الجائرة بحق السوريين. هو يبصم فقط، هو لا يستطيع أن يقول لا. يعني اللي بيعرف كيف بيتم اختيار عضو مجلس الشعب يعرف تماما ما هي النتائج. العالم كله يعرف، حتى البعثيين لا يستطيعون دخول المجلس بدون موافقة المخابرات، وبالتالي هناك مواصفات معينة. ولكن كان يتم السماح بتمرير بعض الأسماء لكي يطفوا على المجلس بما يسمى جو من الديمقراطية. ظهرت بعض الأسماء، رياض سيف وغير رياض سيف، ولكنها كانت أسماء محدودة، وبالتالي هؤلاء تم سجنهم بشكل مباشر. يعني لا قبل 2011 ولا بعد 2011 كان يمكن للمجلس أن يلعب أي دور على الإطلاق. هناك مصفات، يعني حتى مشروع القانون لا يمكن أن يكون مشروع قانون إذا لم يتم الموافقة عليه. يعني تأتي الأوامر من الخارج إلى رئيس المجلس يتم تمرير مشروع قانون أو يتم إلغائه. ونحن رافقنا عشرات الحالات. على سبيل المثال في التسعينات كانت هناك محاولة انضمام إلى الجنائية الدولية. الكاتب الصحفي السوري بسام جعارة، شكرا لوجودك معنا.